حكومة السويد بتعتقد انه فيها تواجه فيروس كورونا من دون ما تعزل حدا او تشل اقتصاد البلد. فشو هي طريقتهم؟ ويا ترى هل هي الطريقة فعالة؟ مع انتشار فيروس كورونا وتطبيق اجراءات الحجر الصحي، كتير من مدن العالم صار شكلها مختلف. شوارع نيويورك اللي عادة بتكون مليئة اليوم تقريبا فاضية، ووجهات سياحية مثل مدينة البندقية ما عاد فيها سياح، لدرجة انه المياه بأقنيتها صارت نقية لأول مرة خلال عقود. يعني العالم كله عم يتغير باستثناء السويد يلي ما كتير منظرها الحالي مختلف عن منظرها قبل الفيروس. الشوارع لسه فيها حركة، المطاعم والكافيهات مكتظة بالناس، حتى المدارس قسم كبير منها لساعته فاتح. هاد مو لأنه السويد ما وصل لعندهم الفيروس، بس لأنه خطتهم بالتعامل معه مختلفة شوي عن باقي الدول. فشو هي هي الخطة؟ الدكتور أندريس تيغنيل، خبير الأوبئة الأول بالسويد والمسؤول عن وضع خطتها للتعامل مع فيروس كورونا، اعتبر أنه الحل الوحيد للتخلص من هذا المرض على المدى البعيد هو ما يسمى بالمناعة الجماعية، وأنه في طريقتين للوصول لإله، إما عن طريق اللقاح يلي ما بنعرف لسه إمتى ممكن يتم تطويره وتجريبه والتأكد أنه ما له آثار جانبية خطيرة، أو عن طريق إصابة معظم سكان البلد بهذا الفيروس والتعافي منه وتشكيل مناعة ضده، وهذا يلي عم يحاولوا يعملوه حاليا. هلأ هي الخطة ما بتعني التجاهل التام للمرض. بحسب الدكتور تيغنيل، الهدف هو حماية الأشخاص المعرضين أكثر للموت بسبب الفيروس مثل الكبار بالسن، مع السماح بإصابة الأشخاص اللي صحتهم جيدة وفي احتمال أكبر أنه يتعافوا من المرض ويكونوا مناعة ضده. وبنفس الوقت وجهت الحكومة تعليمات وقاية للمواطنين ونصحوا الكبار بالسن بأنه يعزلوا أنفسهم، وصارت بعض السوبر ماركتات والمحلات التجارية يفتحوا قبل بكم ساعة ليقدروا الكبار بالسن يتسوقوا من دون ما يختلطوا بحدا. قسم كبير من السويديين رضيانين عن قرار حكومتهم، بس مو الكل مبسوط. الأسبوع الماضي أكثر من 2000 شخص بيتضمنوا أطباء وباحثين ودكاترة جامعة وقعوا عريضة طالبوا الحكومة فيها باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، لأنهم مثل كتير خبراء حول العالم بيعتقدوا أنه خطة السويد الحالية رح تشكل ضغط على المستشفيات. وفعلاً بالأيام الأخيرة الإصابات والوفيات بالسويد كانت ضعف الإصابات والوفيات ببلدان مجاورة مثل الدنمارك، يلي هدفها الأساسي حالياً مثل معظم دول أوروبا هو خفض عدد الإصابات لتخفيف الضغط على الكوادر الطبية. حكومة السويد برأيها أنه التعليمات اللي وجهتها لمواطنيها كافية بإنجاز هذا الشيء. مثلاً العديد من المطاعم والمقاهي صارت تفرض مسافة أمان بين الزبائن، وكتير من السويديين الكبار بالعمر عزلوا حالهم كم شهر ببيوتهم الصيفية ليحموا حالهم من الفيروس. وهون بنشوف مشكلة تانية مع خطة السويد، وهي إنه خطرها بيختلف بين طبقات المجتمع، لأنه طبعاً مو كل الناس بالسويد عندهم هي الرفاهية ولا عندهم بيت تاني ليعزلوا الكبار بالسن فيه، وبالأخص مجتمعات اللاجئين يلي عادة تجتمع منهم عوائل كبيرة تحت سقف واحد. بالنهاية السويد دكتور تيغنيل بيقولوا إنه هي الأزمة جديدة على الجميع وما في طريقة مضمونة ومجربة للتعامل معها، لذلك هن عندهم ثقة بخطتهم حتى لو كان العالم بخالفهم الرأي. ومع الوقت رح يبين معنا إذا كانت حكومة السويد فعلا وجدت طريقة فعالة للتعامل مع فيروس كورونا من دون التضحية باقتصاد البلد، ولا ارتكبت خطأ جسيم رح يدفع ثمنه شعبها وبالأخص الفقير والمعتر بيناته. بغض النظر عن البلد الموجودين فيه حاليا وإجراءات السلامة المتبعة بهذا البلد، نتمنى لكم السلامة ونتمنى منكم انكم ديروا بالكم على صحتكم وصحة افراد عائلتكم وتلتزموا باجراءات الحجر الصحي وارتداء الكمامة والكفوف بالاماكن العامة.